واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لا شك أن الدين بشكل عام يترك أثرا في كل مجالات الحياة، سواء كان على الصعيد الفردي شخص الإنسان، أو على الصعيد الاجتماعي. وهذه الآثار تصقل شخصية الإنسان، تلعب دورا أساسيا في شخصية الإنسان، في تربية الإنسان، في دفع الإنسان دائما تجاه الخير. هكذا يؤثر الدين، يؤثر الدين بكل مفرداته. وربما إذا تحدثنا عن الآثار التي يتركها الدين، هي تلك المعطيات، الآثار هي تلك المعطيات التي ترتبط بالروح وبالعقل وبالنفس وبالجسد أيضا، هذه الآثار التي ترتبط. فكلما كانت هذه الآثار ارتبط بها الإنسان أو أثرت، تسامى هذا الإنسان تسامى بروحه، تسامى بعقله، تسامى بنفسه، ارتفع أصبح فعلا إنسان. إنسانية الإنسان بماذا؟ إنسانية الإنسان عندما يرتبط بهذا الدين، إنسانية الإنسان عندما يرتبط بالله، عندما يرتبط بالنبي، عندما يرتبط بالأئمة الإنسان، إنسانية الإنسان هنا تكون حيث يتعلم منهم، يأخذ الدين من هؤلاء. ولهذا الأثر الذي يتركه الدين مو أثر فقط معنوي يرتبط بالنفس والعقل والروح، وإنما أيضا يرتبط بالجانب السلوكي، يرتبط بالجانب الاجتماعي، يرتبط بنظام المجتمع. لذا فيما سبق في الأسبوع الماضي تحدثنا عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، وقد تحدثنا عن حقائق حول هذه الآية، وذكرنا ثلاث حقائق حول هذه الآية القرآنية الكريمة. لكن هنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله لا ينحصر أثرها في الجانب المعنوي فقط، يعني الآثار مو آثار معنوية لهذه الصلاة، هناك آثار اجتماعية، هناك آثار مادية. يمكن أن نقول أن الآثار التي تخلفها هذه العبارات البسيطة، عندما نقول اللهم صل على محمد وآل محمد، هذه العبارات التي نقولها تخلف آثار دنيوية وآثار أخروية. وإلا الرب سبحانه وتعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، ثم يأمر الناس كما أنا التزمت بهذه الصلاة عليكم أن تلتزموا، الله بجلاله يأمر الناس. مسألة عادية نقول اللهم صل على محمد وآل محمد وخلاص، ما لها أثر. هنا لا يسعني المجال أن أتحدث عن الآثار الأخروية، أتركها إذا شاء الله إلى الأسبوع القادم، لكن أتحدث عن الآثار الدنيوية لهذه الصلاة.
هناك آثار دنيوية كما ذكرت وآثار أخروية تخلفها هذه العبارات التي يقولها الإنسان ويذكرها دائما. وذكرت أن من المستحبات الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، إكثار يستحب. أولا من الآثار الدنيوية حقيقة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله سبب لإزالة الهم والغم. سبب. اليوم احنا نعيش في معترك هذه الحياة، لن أتحدث عن صراعات سياسية ودولية وإقليمية، لا، صراعات اجتماعية، صراعات عائلية، صراعات شخصية، صراعات فئوية، مشاكل تقع على الإنسان، مشاكل، ابتلاءات تقع على الإنسان من كل جهة وحدب وصوب ومكان تقع على هذا الإنسان. هذه المشاكل قد تسبب الهم والغم لهذا الإنسان. ولذا عن النبي صلى الله عليه وآله: من صلى علي مرة، من صلى علي مرة فتح الله عليه بابا من العافية. العافية شنو؟ العافية بس في البدن؟ العافية في النفس، العافية في العقل، العافية في الروح. وإذا الإنسان يعني أصابته العافية وليس به أي مرض أو ما شابه، أزال عنه الله سبحانه وتعالى، أزاله وأزال الغم والهم. العافية، العافية مو في البدن فقط. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، وأذكر سأذكر مجموعة روايات من هذه الآثار الدنيوية أيضا لهذه الصلاة، هو غفران الذنوب. الذنوب وين الله يغفرها؟ ذاك اليوم، ذاك اليوم نحتاج إلى الشفاعة والمغفرة أيضا. لكن هنا الإنسان كل ابن آدم خطاء، يرتكب الخطأ، يرتكب المعصية، زلة تصدر منه، هفوة تصدر منه، تصدر منه الزلات والهفوات. هذا يحتاج إلى غفران لهذه الذنوب ولهذه المعاصي حتى يخرج من هذه الدنيا صفحة بيضاء، يقبل على الله سبحانه وتعالى. عزيزي، إن شاء الله كيف أنها في حلقة قادمة، كيف أن هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله تفيده في قبره وفي برزخه وفي قيامته وفي الجنة، تفيده هنا عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن الصادق: من صلى على النبي وآله، قال، سئل، سأله أحدهم، قال: من، ما فائدة من صلى على النبي وآله؟ شنو؟ قال، قال عليه السلام: الخروج من الذنوب والله، الإمام يحلف، قال: الخروج من الذنوب والله كهيئة يوم ولدته أمه. خروج من الذنوب. وعن النبي صلى الله عليه وآله قال: من صلى علي مرة لم يبق من ذنوبه ذرة. من صلى علي مرة. هذا الأمر الثاني من الأمور الدنيوية، الآثار الدنيوية. الأمر الآخر أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله سبب للاستجابة لأمر الله عز وجل. مو الله شو يقول؟ استجابة، لا، فيها أيضا موافقة. لمن؟ لله ولملائكته. الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون. بعدين أنت شنو؟ الله يقول لك: يا أيها الذين آمنوا مثل ما أنا صليت أنت صلي. استجابة لأمر الله ثم موافقة، إذا عملت ذلك فأنت وافقت الله عز وجل فيما أراد، وافقت الله يعني استجبت
وذكرت فيما مضى معنى كلمة وسلموا تسليما، يعني مو وسلموا على النبي كما جاءت بروايات، يعني وسلموا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وآله. هذا أيضا من الأمور والآثار الدنيوية. من الآثار الدنيوية أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله لقضاء الحوائج، لقضاء الحوائج. هناك روايات كثيرة جدا، روايات كثيرة جدا من الروايات أن الإنسان إذا أراد أن يدعو بدعاء يطلب حاجة، دعاء، أنت الآن اليوم في المسجد دعاء وتطلب حاجة، أول ابدأ هو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. ولهذا ورد في حديث شريف عن علي عليه السلام قال صلوا على محمد فإن الله يقبل دعاءكم. أول صلي على النبي حتى الله يقبل دعاءك. صلوا على النبي فإن الله يقبل دعاءكم عند ذكر محمد صلى الله عليه وآله. وعن الصادق عليه السلام قال إذا دعا أحدكم، إذا دعا دعاء فليبدأ بالصلاة على النبي، أول يبدأ يقول اللهم صل على محمد وآل محمد ثم يقرأ الدعاء. فإن الصلاة على النبي مقبولة، صلاة مو مردودة أبدا. تدري ليش مو مردودة؟ ذكرت فيما مضى في الحديث الماضي أنك عندما تسلم تصلي على النبي يسمعك الرسول صلى الله عليه كما يرد عليك السلام، يسمعك الرسول. إذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله مقبولة ممكن الله يقبل قسم ورد قسم؟ لا، الإمام يقول فإن الصلاة على النبي مقبولة ولم يكن لله ليقبل بعضا ويرد بعضا. وعن النبي صلى الله عليه وآله أيضا من صلى على النبي 100 مرة قضى الله له 100 حاجة لقضاء الحوائج. وأيضا روي يستحب في يوم الجمعة وفي سائر الأيام بعد فريضة الصبح وبعد فريضة الظهر أن يقول الإنسان اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، فمن قالها قضى الله له 60 حاجة، 30 حاجة من حوائج الدنيا و30 حاجة من حوائج الآخرة. هذا البركة. الأمر الرابع، أثر الرابع. الأثر الخامس من الآثار الدنيوية من علامات أو من الآثار الذي تخلفها هذه العبارات الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله الكرم والعطاء والجود، لأن البخل كما يقول النبي صلى الله عليه وآله من لا يصلي على النبي صلى الله عليه وآله هو البخيل، بخيل. ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله البخيل الذي إذا ذكرت عنده لم يصلي علي. اللهم صل على محمد. الأمر الأخير من هذه الآثار، آثار الدنيوية، البركة. البركة في كل شيء حقيقة. يعني جربوا والتجربة خير برهان. دائما في رواحك، في مجيئك، في بيتك، في عملك، في كل مكان اذكر النبي صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله هو الذي أفاض على كل الوجود وعلى كل الأنبياء، لأنه أشرف المخلوقات وأنه أشرف الأنبياء صلى الله عليه وآله. البركة يعني الخير،
البركة يعني القدسية، البركة يعني الوجاهة، البركة يعني الطهر، البركة يعني الكرم، البركة يعني اتساع الرزق والنعمة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وشكى إليه الفقر. يا رسول الله أنا فقير، علمني شيء يزيد مالي، يزيد رزقي، يصير بركة في رزقي. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: إذا دخلت البيت فسلم على أهل البيت، إن لم يكن أحد، إذا كان أحد أو لم يكن أحد، إن كان أحد أو لم يكن أحد، ثم صل على النبي وآله ثم اقرأ التوحيد. ادخل البيت، أول ما تدخل البيت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد نقول: اللهم صل على محمد وآل محمد. بعدين اقرأ التوحيد. يقول هذا الرجل: ففعل ذلك فزاد الله في رزقه إلى درجة أخذ يوزع ذلك على جيراني. قام يعطي جيرانه. قال النبي: بس إذا دخلت صلي علي وعلى أهل بيتي، سلم، كان أحد أو ما كان أحد، قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعدين صلي علي وعلى أهل بيتي، ثم بعدها اقرأ التوحيد. ففعل الرجل فأتاه الرزق من كل مكان وصل، حتى أخذ كما تقول الرواية وزع على جيران. بركتها، تدرون هذه بركة الصلوات، ترى مو بس على الإنسان، حتى على غير حتى على الحيوانات والحشرات. هناك رواية أذكرها، قبل أن أذكر هذه الرواية لتعليق، الرواية مذكورة في كتاب خزينة الجواهر ولمعات الأنوار صفحة 586. هذه الرواية كاتب الكتاب علي أكبر نهاوندي، شيخ علي أكبر نهاوندي. هذه الرواية تقول أن النبي صلى الله عليه وآله جالس ويا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب جالسين، وإذا بنحلة. واحد يمكن يقول لي: شلون وكذا؟ الآن بغض النظر عن صحة الرواية وعدم صحة الرواية، إلا أنه من حيث الإمكان العقلي ومن حيث الإعجاز يمكن له ما يمكن. إذا النبي يكلم شجرة ويقول له تعالي وجي، يكلم نحلة؟ ما يكلم نحلة، يكلم. أنا بغض النظر ذكرت لأنني لم أجد الرواية إلا في هذا الكتاب فقط، ما وجدتها في كتب أخرى. إذن في أحد الأيام النبي صلى الله عليه وآله جالس مع أمير المؤمنين في بستان زار أشجار ناخل، جاءت نحلة وتدور على رأسيهما، على رأس الإمام علي والنبي، نحلة. فالنبي صلى الله عليه وآله قال: يا أمير المؤمنين، أتعلم ما تقول هذه النحلة؟ قال: تدري شو تقول؟ قال: يا رسول الله تعلم؟ لا، الله ورسوله أعلم. أمير المؤمنين يمكن يعلم بما علمه الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وآله: النحلة تقول: يا رسول الله، وضعت لكما مقدار من العسل في المكان الفلاني، فأمر أخاك علي أن يذهب ليأخذ ذلك العسل. راح الإمام علي وجاب العسل وجاء. النبي صلى الله عليه وآله خاطب النحلة يقول لها: يا نحلة، إن طعامكم من وين مصدره؟ من الأزهار والرياحين، هذا طعامكم أنتم، رحيق الأزهار والرياحين. لكن يا نحلة، هذه الأزهار والرياحين مر، رحيقها مر، يعني إذا واحد يجود وردة ويأكلها مرة مر، ها؟ فكيف يتحول إلى عسل حلو؟
قالت النحلة: يا رسول الله، إن حلاوة العسل جاء من ذكر اسمك المبارك واسم أهل بيتك. النحلة قالت: فعندما نمتص ذلك الرحيق من الأزهار يلهمنا الله، وأوحى ربك، وأوحى يلهم الله عز وجل يلهمنا، شنو يلهمنا؟ يلهم إلينا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وآله والمعصومين 3 مرات. يقول 3 مرات النحلة تقول له يلهمنا بعد ما ناكل هذه الأزهار، يلهمنا الله سبحانه وتعالى أن نصلي عليك وعلى آلك. فلما نكمل الصلوات، النحلة تقول فلما نكمل الصلوات يصبح عسلنا حلوا. هذه شنو؟ هذه البركة، بركات. ربما هي أيضا من الآثار المعنوية، لكن من الآثار الدنيوية. هاي البركة وين يحصل الإنسان؟ في الدنيا. وهذا أثر من آثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الهداية والتوفيق، وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا، إنه سميع الدعاء. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.